الفريق نور، الفريق نور. بينما كان الفريق نور في زيارة للدكتور فريد ليحصل على معلومات عن الإعجاز العلمي في الفضاء والكون، استطاع الدكتور شاهر ومساعده أن يسيطرا على المحطة الفضائية سما. واكتشف الفريق نون أن الدكتور شاهر ينوي تجربة اختراع جديد سيدمر الأقمار الصناعية ويسبب الكوارث، فلماذا يريد أن يفعل ذلك؟ تابعوا هذه الحلقة لتعرفوا هل سيستطيع الفريق نون أن يمنعه من تنفيذ هذه الخطة الشريرة؟ يجب أن نمنعه. نعم، سنمنعه من تدمير الحياة على الأرض. لن تستطيعوا، ولن يستطيع أي إنسان أن يمنعني. أنت مجرم وستكون سبباً في موت آلاف الأبرياء. وأنتم أطفال مزعجون وتتدخلون فيما لا يعنيكم. نحن سنريك ماذا سيفعل الأطفال. ماذا يجري هنا؟ هيا بسرعة وسنخبرك بالأمر. بسرعة، علينا اللحاق بهم. هيا بنا نرجع إلى الأرض ونطلب النجدة. لن يسعفنا الوقت، سيشغل اختراعه ولن نستطيع الوصول إلى الأرض. لن أغادر المحطة وأتركه ينفذ خطته الشريرة. اذهب أنت وروبو وحاولا أن تطلبا لنا النجدة، وأنا والدكتور فريد سنبقى هنا لنمنعه. بسرعة، هيا بنا. اذهب أنت خلف المركبة وأنا سأتولى أمر الدكتور فريد والفتاة. أسرع يا جاسر، إنه خلفنا. الطيار الآلي هو من يتحكم بالمركبة، لا أستطيع أن أجعلها تسرع. هذه هدية صغيرة لكم. ماذا سنفعل الآن؟ لقد عرفت ما يجب فعله. إيقاف الطيار الآلي، إيقاف الطيار الآلي. زاوية خاطئة لدخول المجال الجوي. تحذير، 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 تحذير. لا تستطيع الدخول إلى الأرض بهذه الزاوية. ستشتعل المركبة باحتكاكها مع الغلاف الجوي. المركبة ستنفجر. والآن سأنال منك. إلى اللقاء. بسرعة يا دكتور فريد، سنخرج الآن إلى غرفة التحكم الرئيسية ونعطل الاختراع. نعم، ولكن كيف عرفت ذلك؟ ها؟ ولكنك نسيت أنني ما زلت هنا. علينا أن نسرع في طلب النجدة. لا، لقد تغيرت المعادلة الآن وأصبحنا الأقوى. سنعود إلى المحطة ونحاول تعطيلها. ولكن إذا اقتربنا من المحطة ستكشفنا أجهزة الاستشعار. إذن فلتذهب أنت ليظن الدكتور شاهر أنك مجرد بعض من النفايات الفضائية، فأنت صغير الحجم. أنا نفايات؟ هيا يا روبو، ليس لدينا الكثير من الوقت. أنا
أنتما محظوظان لأنكما ستشهدان هذا الحدث العظيم. ها؟ ماذا حدث؟ لماذا توقفت المحطة عن العمل؟ سأدخل غرفة الطاقة لأرى ما الأمر. لا تحاول الهرب وإلا... أخي! أسرع قبل أن يعيد تشغيل المحطة. لا تخافي، لن يستطيع فعل ذلك. لن أسمح لكم بإفساد خطتي. إلى اللقاء أيها الصغار المخربون. دكتور فريد، أغلق غرفة الطاقة. أحسنت يا زهرة، ولكن كيف عرفت بإمكانية انفصال غرفة الطاقة؟ لقد درست تصميم المحطة جيداً قبل المجيء إليها. ولكن ماذا سنفعل الآن بدون الطاقة؟ كيف سنتحكم بالمحطة؟ لا تقلق، لدينا غرفة احتياطية للطاقة إضافة إلى خلايا الطاقة الشمسية. الحمد لله. أشكركم أيها الفريق نون، أنتم أذكياء وشجعان. بل أنت، شكراً لك على إتاحة هذه الفرصة لنا. ها؟ ها؟